كتف عفا نساء اللي كيكتبوا كيف كاينين دي سيناريست رجال تبارك الله اللي كيبداو في الكتابه ديالهم. وخير دليل ان الاعمال اللي كانت مؤخرا للجمهور ماشي كيتيدونتيفيا في المسلسلات، كيتيدونتيفيا في الشخصيات، وهذا اهم ايدونتيفيكاسيون في المسلسلات. حتى واحد ما يقدر ينكر التطور ديال الدراما في هذه الخمس دقائق هذه الاخرى. امير غير كان شي جاحد ولا شي واحد اللي باغي يغطي الشمس بالغربان. هو المهرجان يبقى خطوة ضرورية، وتواجده يعني ضروري في الإبراز وإظهار المستوى الذي بلغته الدراما التلفزيونية. طبعا لأن هذا الدراما هو إبداع أطراف متعددة، منها مثلا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منها شركات الإنتاج، منها الممثلين المخرجين الكتاب السينما، يعني هناك عمل جماعي متكامل. في المهرجان يجب أن نتعرف أكثر وبعمق وبنقاش حيوي وهادف على المستوى الذي وصلته الدراما المغربية. الآن الدراما المغربية تجاوزت مرحلة البداية، أو كما أحبذ أن أسميها المرحلة الجنينية، وانتقلت إلى مرحلة التميز، إلى مرحلة العطاء، إلى مرحلة التفكير، لأن الجمهور المغربي جمهور ذكي ذواق يناقش يتفاعل بشكل كبير، بمعنى أن هذه الدراما يجب أن تواكب هذا التطور، أن تواكب هذا الجمهور، أن تعمل على نقل وأن تكون مرآة حقيقية لتطور المجتمع المغربي في كل مناحيه، بمعنى أنها دراما قريبة من تفاعل هذا المجتمع، من انفعال هذا المجتمع، من آمال ومستقبل هذا المجتمع. بالتالي كلما نجحت هذه الدراما بأن تكون قريبة منا ومن أحاسيسنا ومشاعرنا، كلما نجحت هذه الدراما. ممكن نأكدها لكم من الآن، نحن في طريق تميز عن الدراما المصرية وعن الدراما السورية. إذا كاين اختلاف، لأن هناك المنح التاريخي يلعب لصالح الدراما المصرية ويلعب لصالح الدراما السورية. إحنا المنح المستقبلي، احنا المنح المستقبلي لهذه الدراما. بالتالي على انه المنح المستقبلي شكون كيبني؟ يبني ان يتفاعل كتاب السيناريو مع هذا المنح، ان تكون الكتابه اكثر صدقا، اكثر تفاعلا، اكثر قربا، اكثر حميميه. عندما تتوفر هذه الشروط في كتابه السيناريو، كن متاكد سعيد، وانت اعلم مني بهذه الامور، انها ستكون يعني قريبه منا، وان تعطي نوع من الخصوصيه. انا اشاهد التعليقات التي هي مواكبه للدراما المغربيه على منصه يوتيوب او منصات اخرى، يتفاعل معها السوري ويتفاعل معها المصري والجزائري والتونسي والاردني، صحيح، رغم ان هذه المجتمعات كلها لها الدراما ديالها الخاصه بها تتفاعل معنا، بمعنى انه نجحنا في ان نقيس شعره حقيقة قريبة جدا من قلوب هذا الجمهور. بالتالي نحن، أنا قلت كالمنح التاريخي عند الآخرين، نحن الآن عندنا المنح المستقبلين وقادرون عليه. القناة الثانية على كل حال كتعتبر الدراما واحد الجنس التلفازي اللي مهم في خريطة البرامج، ماشي غير في رمضان، حتى في خارج رمضان كنشتغلوا للتجديد كل عام، التجديد في الأنواع في القصص اللي كنحكيوها، وتجديد في العوالم اللي كنكتشفوها. في رمضان الفايت مثلا كانوا مواضيع جداد اجتماعيه اللي راقت الجمهور. حنا غاديين في هذه القضيه ديال التنويع لي زونيفير ديال المسلسلات وتحسين ظروف الاشتغال. دابا طلبات العروض اللي كنطلقوها ما مرتبطاش غير برمضان، كنخدموا على موسمين باش نعطيو فرصة للكتابة لكتاب السيناريو باش ياخذوا وقتهم في الكتابة والإعداد للتصوير. كنحاولوا الانفتاح على طاقات شابة كذلك من خلال الأفلام التلفازية والكبسولات، وكنتمناو الجمهور يكون